يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجهاد في سبيل الله الذي من حققه مع التوحيد والاتباع حصل على محبة الله له، هل هو الجهاد بمعناه الخاص وهو قتال الكفار، أم أن المراد هو الجهاد بمعناه العام؟ بمعناه العام، لكن من أهمه على رأسه جهاد الكفار الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاهدوا في الله حق جهاده، وأول ما تجاهد في الله نفسك الأمارة بالسوء، ثم الشيطان، ثم المنافقين، ثم العصاة، ثم جهاد الكفار. نعم.